السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. معليش الله في الضرب للمرة الرابعة تقريبا أو المرة الثالثة ما متأكد. وغسان شال النظارة وأنا أصلا طالع قافلة معي شركة. فعشان نختصر الموضوع ببساطة شديد، الموضوع الحاصل حاليا ده، أي زول قاعد في اللايف ده، أي زول قاعد تابع للجزيرة، تابع للسودان، أنت زول بتغير على عرضك، بتغير على أهلك، بتغير على وطنك، تمام؟ أنت لازم تتكلم في موضوع الجزيرة. لازم أول شيء تبدأ يومك، لازم أول شيء تبدأ يومك بموضوع الجزيرة، حتى بعد ذاك تمشي للبالي. قلينا عمدة الكواهل طلع مشى بور السودان عشان يقعد يشوف موضوع الجزيرة. وين باقي الناس؟ وين باقي العمد؟ وين باقي النظارات؟ ليه ما تحركتوا مشيتوا؟ القاعدين يموتوا ويغتصبوا في الجزيرة دي، لا داري يتكلم عنهم منه؟ الإعلام الموجود هنا في الـ في الـ في, الـ في السوشيال ميديا أولاد الجزيرة خايفين تتكلموا؟ خايفين أهلكم بيموتوا؟ ها؟ أي زول دار يطلع يتكلم الليلة عن موضوع الجزيرة، عن القرى بتاعت الجزيرة، متواصل مع أهله في الأرض، أنا جاهز. أول زول حنبدأ به خالد عوض الكريم، تفضل يا خالد. أي زول عنده كلام عن الجزيرة ها؟ يطلع يتكلم. خلوا الناس دي تعرف الحاصل شنو في الجزيرة، يتكلموا انتوا باسمه. ما لاقي منصة تطلع منها، ما لاقي مكان تطلع منه، انا جاهز اي وقت هنا افتح لكم لغاية 10 ساعات تقعدوا تتكلموا عن الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ حبابك الشيخ، ان شاء الله طيب. الله يعزك. الله يكرمك. الجزيرة. الله يكرمك. نعم من الجزيرة. تفضل. من الجزيرة. نعم. قدرت اقول وقول انا سامعك. والله ما يحدث في الجزيرة أستاذ وحيد شيء مؤسف، والله شيء مؤسف والله. بس متعار في يمين الجيش، كون الجيش يقعد يتفرج على المواطن في بصورة زي دي. يعني نحن حاليا شايلين هم أولادنا، شايلين هم أهلنا، يعني ما عارفين اللي بيحصل عليهم شنو، والجيش واقف يكون قريب من مناطقنا، قريب مننا، وما يعمل حاجة. ليش؟ الموضوع بتاع القوات المسلحة ده نحن تكلمنا كذا مرة إنه نحن لازم نضغط كويس كلنا مع بعض في الاعلام، نضغط النظار بتاعنا القبائل، نضغط العمد بتاعنا القبائل انهم يتحركوا في موضوع الجزيره، عشان الموضوع يبقى الضغط من كل الاتجاهات. ان احنا عارفين انه في النهايه القوات المسلحه محاصره الجزيره ومطوقه بثلاثه محاور، والقائد العام للقوات المسلحه طلع وقال الناس تتحرك على الجزيره. دايرين نعرف المشكله وين؟ منو الموقف التعليمات؟ منو الموقف الموضوع بتاع الجزيره؟ أنا دارك تحكي لي التفاصيل الحاصلة في المنطقة بتاعتك أو في غريتك شنو بالضبط؟ ما يحصل في ما حول غرانا يعني انتهاكات، يعني أخذوا كل شيء، كل شيء أخذوا، ما خلوا شيء والله، والله ما خلوا شيء للمواطن، والله العظيم الناس معانية معاناة شديدة، معاناة حد المعاناة ما تقيف، يعني حاجة ما تتصورها ذاته. إن شاء الله ربنا يفرج عن الناس. إن شاء الله. لكن ما يحصل في الجزيرة شيء مؤسف والله. إن شاء الله. شيء مؤسف وصمت. طير عار في يمين الجيش. بالنسبه للنظارات نحن مثلا ما زي دارفور ولا زي كردفان، يعني اي قبيله عندها ناظر، ما في ادارات اهليه في الجزيره، ما زي دارفور ولا زي كردفان، ما في ادارات اهليه. يعني يمكن الا نظاره الكواهل فقط في الجزيره، لكن ما في تلاقيهم هسه مشاكل في الجزيره. شنو؟ خلاف الشبكه. خلاف الشبكه المشاكل كثيره، يعني المحاصيل بيقول يشيلوها يا استاذ وحيد. المحاصيل، العيش، اللوب اللي هناك بيقوا يشيلوها، البهائم بيشيلوها، ما خلوا شيء الناس دي. خير ان شاء الله، جزاك الله خير. استاذنك نشوف زول ثاني. كويس كويس خير. يا جماعة ما في زول يقدم لي دعوة عليكم الله إلا يكون من أهل الجزيرة، من أهل الجزيرة. الملك الأسمر جاتك دعوة، أقبل. عيد السلام ورحمة الله. حبابك كيف حبابك؟
اخبارك؟ ان شاء الله طيب. هيك الحمد، كيف اهلك؟ ان شاء الله طيبين. والله تمام الحمد لله، على الوجع، الوجع راجل. قول قول اللي في بطنك. بس اصله ما اصله احنا فاتحين اللايف ده عشان انتوا تتكلموا، انا ما عندي كلام دار اقوله، دار اسمع منكم، دار الناس كلها تسمع منكم، انتوا اهل الجزيره. الغرب انتهكوا فيها من جميع اي انتهاكات تتخيل في بالك وفي بالي، زول كلها منتهكه في الغرب، من ماشي من الحصعيزه الى جاي الى ورا، كلها دي منتهكه. الى طابت طيب وغرب طابت وجنوب طابت وشمال طابت وشرق طابت وغرب طابت، كلها دي منتهكه الغرب هذه، كلها مش شرده، ناس ما عارفه تمشي وين. طيب انت شايف الحلول شنو قدامك؟ الحلول بس يا يسلحوهن، يا زي ما أسي حاليا المناقل يمكن فيها 3 جيوش ولا 4 جيوش، يا خلي طلعوا اقل شيء زي 1000 بس، 1000 نفر اقسم بالله يمكن يكرسوا الناس دي كلها، يدخلون ليه مدى راجعين والله يودون لاي اتجاه. ما ممكن لسوان الواحد يرضيها عشان الواحد ما واضح متى ما 40 تكون شايله جناح جاريه بالترع. طيب والله حاجه موسفه موسفه شديد يعني. ما في مشكله، ان شاء الله ربنا ييسر الامور، نشوف يعني واحد ثاني برضه يدخل. يا وحيد جيش المناقل شفته من الغرة دي؟ اقل من 20 دقيقه بس جنبهم، ولا كان طلع له 50 نفر بس مرتبهم في مواتر زي ما الدعم السريع راكب مواتر، ولا في لغم لا في ده. احنا نمشي بكرعين الناس يمشوا بكرعين اي مكان، لا في لغم لا في ده ولا حاجه، ما طلع لك 50 نفر بس ركبهم في مواتر، واحد يشيل سلاح واحد يسوق ويمشوا، ولا يلبسهم ملكي بس، ولا يلبسهم جيش، لا يلبسهم ده يدخل زي ما الدعم السريع ده الغريه، هم عندهم لاسلكي عارفين اي مكان. تمام، انا اي كلام اي كلام انتوا دارين تقولوا انا مستعد اسمعه، انا فاتح اللايف ده عشان انتوا ناس الجزيره تتكلموا، بس عندكم اعلام في الميديا ما داير يشتغل، انا دايركم انتوا تسمعوا صوتكم، الناس دي تعرف الحاصل شنو. وحيد احنا بس دايرين السلاح، احنا عندنا قروش حاليا في السعوديه والله مجمعين فوق ال 50000، لكن وين نشتري سلاح؟ وين نودين كيف القروش؟ ولا في بنكك لا في شبكه لا في ده ولا في ده، ولا نقدر نوصل لهم، شايفين الموت ماشي عليهم. والله سبعه غرف جنبنا جلسات معانا في قريه واحده بس. جزاك الله خير، وانا حاشوف حاستضيف زول ثاني. بس خلوا يصلحهم بس، يلا الله يديك العافيه. نادر جاتك دعوة اقبل. بالمناسبة عشان الناس تكون في الصورة، انا الناس اللي قاعد اقبلهم ديل لانه امبارح في بوستي كان مكتوب انه والله انت بتقبل ناس معينين، اي زول يطلع هنا يقول لكم اذا اصلا عنده معي علاقة ولا بيعرفني ولا لا. نادر ما قادر يجمع معانا، نشوف زول غيره. منذر تعال يا منذر. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وحيد منذر كيفك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله، كيف احوالك؟ كل اهل ان شاء الله طيبين. الله كويسين الحمد لله. ان شاء الله ربنا يطمنكم عليهم. اللهم امين، اللهم امين ان شاء الله. من الجزيرة يا منذر؟ الجزيرة. تفضل قول، داير تقول شنو يا منذر؟ دايرين احنا بس التسليح، الشبكة تصل ويسلحوا الجزيرة بس. طيب. الشباب في وقاعدين. نحن فاقدين السلاح. طيب. عرفتك؟ كلامي وقصة انه الجيش يخش والجيش ده عنده استراتيجيات، لكن احنا ما لنا الاستراتيجيات زي ما قال اخونا القبليني ده بنفس الاستراتيجيه شغالين بها الدعام المسلطين ده، يشتغلوا يركبوا مواتر ويجوا، لا يجوا بمدرعات لا يجوا بجيش، لانه اصلا ده ما قوه، بيجوا 20 موتر 15 موتر بيجوا خاشين لهم حله، ما بتجي قوه ذاته. اللي بتجي هاجمه ما بتجي قوه، بتجي يعني بس متفلتين. يعني الجيش ده كان ركب نفسه هنا مواتر بينتهي منه، واي حله يحررها يديهم سلاح بس، ثاني ما مزول منه. تمام
طيب في المنطقة اللي انت فيها من غير ما تذكر اسمها حفاظا على الاهل الموجودين فيها، في حركة للمقاومة الشعبية هناك؟ ما في حركة؟ الجيش بعيد منكم قدر شنو؟ بعيد، الجيش بعيد في المناقل. طيب اقرب حتة المناقل، وعشان يجي اللي يجيب الجزيرة بيجوه ما بيقدر يجيب الزلط. طيب المشكلة شنو؟ هل بتخليه ما يجيب الزلط؟ الزلط مع كله في دعم سريع، يعني صعبة، يعني يجي بالزلط هو طريق مدني عشان يجي للحصحيصة ما يقدر يجي. تمام. الحاجة الدائرة توصيلها للقوات المسلحة شنو؟ بس يسلحوا مواطن الجزيرة، أهم هي تسليح، يسلحوا نفس ما سلح جميع الولايات دي. المواطن ده يسلح، أي غرية يخشها يسلح ويمشي غادق، تاني الغرية برا بتعمل ارتكازاتها، الجيش يمشي قدام، بس خش الغرية دي يسلحها ويمشي قدام طوال، يسلح البعادة ويمشي. أبشر، ما في مشكلة، رسالتك إن شاء الله توصل، وإن شاء الله ربنا يطمنكم على أهلكم في الجزيرة. آمين آمين. وأهلنا نحن زاد. اللهم آمين. الله يبقى. جزاك الله خير. ربنا ينصر القوات المسلح. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يكرم. في واحد وحش الكون اقبل. اي زول عنده كلام داير يقوله يتفضل يقوله طوال. السلام عليكم وحش الكون، ان شاء الله طيب. شبكتك كعبة. اتحرك شوي على الشغل كويس. الله يكرمك. كيف حالك؟ شبكت الكعبه ان شاء الله طيب. كيف ان شاء الله طيب؟ تمام الحمد لله، تفضل. الحمد لله، انا من الجزيره. اي معاك اي حاجه؟ والجيش متقدم وماشي كويس في الارتكاز في المناقل، لكن انا داير اسال انه ليه الناس تعمل، المفروض تعمل عوده طبيعيه من الدول، الناس المغتربين برا يعملوا عوده طبيعيه، يجوا يتدربوا في عبره، يجوا بورسودان حاميات يتدربوا ويخشوا مع الجيش. تمام طيب. ايوه، والتسليح بس في ناس جاهزين في الجزيره، في ناس جاهزين دايرين يسلحوا اي حاجه، لكن بس كيف الامداد يصل عندهم يمكن جوا كيف؟ تمام، ما في عوج ان شاء الله. انه الغرى غرب الجزيره دي تستباح استباحه شديده. خلاص والله يا استاذ وحيد، ان شاء الله ربنا ينصر اهلنا في الجزيره وينصر قواتنا المسلحه. الله ان شاء الله ربنا ينصرنا ان شاء الله. احنا والله مع القوات المسلحه غالبا وغالبا، وقدم ده لو دارين ندي لهم. جزاك الله خير، جزاك الله خير، ان شاء الله ربنا يكرمك. الله يكرمك. الله يسلمك. الله الاحترافي، جاتك دعوة، تفضل اقبل. انا يا جماعة اللي قاعد يزول في حاجة دايما. هلا اخونا ربيع، اخونا وحيد. سلام ورحمة الله حبابك، ان شاء الله طيب. كيف حالك طيب؟ الله يكرمك في الدارين، تفضل. الله يكرمك. من الجزيرة؟ من غرب الجزيرة، بدون ذكر المنطقة الله يعافيك. يا اخي والله نحن ما دايرين حاجة غير سلاح. دايرين سلاح بس. طيب وسع، عندنا المقاتلين وعندنا القروش، بس دايرين طريقه تجيب لنا زول، يجيب لنا امداد ولا يجيب لنا سلاح، ما دايرين اي حاجه ثانيه والله. طيب. بدون ذكر اسماء. اسمعنا وحيد، بدون ذكر اسماء، نحن بلدنا عباره عن قناطر وعباره عن ترع، بلد مقفوله مداخيلها واحده. يعني الغريه عندها مدخل واحد والله. الدعامه ديل بيجوا بيموتوا فيهم 3 4 5 6 عادي يومي. بس ما بقدر اذكر المنطقه. لا ما ولا في داعي حفاظا عليها. ها؟ ما تذكر حفاظا على المنطقه. اي لكن والله 6 7 بموتوا بعكاز، بسكين، بهجم، بهجوم، باي حاجه. المهم الدعامه دي بيموتوا. نحن اللي لقينا سلاح والله العظيم نرقدهم سلطه. عشان كده عندنا القروش وعندنا المال، دايرين زول يجيب لنا سلاح، ما اكثر من كده. بس خلاص
وجيش يعني الجيش الجيش لو وصل سلاح للمناطق دي تمام، او أيوة. انه الناس اللي في المناطق دي لو اتحركت على المواقع اللي فيها الجيش وتسلحت بتنظيم بتقدر تحرر المناطق دي. يا وحيد نحن نديك الكلام حقيقه ولا نلفلف؟ لا لا حقيقه. مشينا طيب. الجيش مشينا للجيش في المناقب قال ما عنده اي تسليح، سلح مناطق ومناطق ما سلحها. طيب. احنا غوره غرب الحصحيصه ما عندنا غريه مسلحه. السبب شنو؟ مشينا المناقب مدانا. السبب شنو المنع انه يتسلح مناطق ومناطق ما تتسلح؟ يا ما انا الرد ما اقدر اسكت. كان شنو الرد هناك؟ كان شنو انه ليه ما سلحوكم او ليه ما لازم نسلحوكم؟ الرد ما في سلاح كافي، ما في تشوين متوفر، ما عارف الكلام ده له شهور. هل لسه ما توفر ولا لا؟ وسي مشوا لهم في الايام اللي فاتت دي ادوهم 5 كلاشات، 5 كلاشات دي لثلاث اربع غرب تعمل لها شو 5 كلاشات. يعني الحاجه اللي انا فهمتها منك انه انتوا لما مشيتوا هناك قال لك والله ما في سلاح وما في تشوين. دي الناس الجيش في المناقب. ايوه تمام. برضو دي من الحاجات ان خطها ملحوظه ووصلت للناس كويس ووصلت للقوات المسلحه. ومعليش عشان ندي كمان برضو فرق ليزول غيرك برضو يطلع يقول كلامه. ابشر جزاك الله خير. مشكور. مع السلامه. الله يكرمك. خالد الشكري حبابك. خالد طلع. منو طيب؟ كوبري حنتوب حبابك. كوبري حنتوب ما يجمع معانا. طيب نشوف منه. نشوف منه. جبارة الصديق المغربي. جبارة الله أقبل. أي زول يا جماعة عنده كلام داير يقوله يقولوا، خلوا صوتكم يصل يا ناس الجزيرة، خلوا صوتكم يصل. الكلام لما يكون منكم انتوا أولاد الجزيرة بيكون أفضل من إنه أنا أتكلم ولا غيري يتكلم. انتوا أهل الوجعة يتكلموا ونحن معاكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل حبيبي الميومي. كيف الأخبار؟ والله في نعمة الحمد لله رب العالمين. كيف انتوا؟ طيبين إن شاء الله. الجزيرة. نعم من الجزيرة. قول الدار تقول. نحن أول حاجة يعني بنرسل رسالة للقوات المسلحة. طيب. ولقيادة القوات المسلحة، أنتم بحثوا الجزيرة. طيب. تسليم مفتاح. نحن الآن الطالبين ما إنه الجيش يجي يحمينا ولا أي حاجة، نحن قادرين نحمي نفسنا، لكن نحن أهلنا بيمشوا المناقل عشان يقولوا لهم يا جماعة الحقونا ما بيجوا، يا جماعة دون سلاح ما بدون سلاح، يا جماعة وفروا لنا ذخيرة ما بيوفروا، لا بيحطون سلاح لا بيوفروا لهم ذخيرة ولا بيجوا بيحموه. طيب الجزيرة دي يعني ما بتهمهم، ما بتهم القوات المسلحة، ما من ما جزء من السودان والإنسان الجزيرة ده. طيب شنو يعني؟ أنا هأديك حاجة في البداية. موضوع البيع للجزيرة أو موضوع إنه القوات المسلحة تبيع لها منطقة، الكلام ده ما بيحصل. الليلة لو القوات المسلحة باعت الجزيرة في سبب مقنع يخلي القوات المسلحة محاوطة الجزيرة بثلاثة محاور؟ طيب القوات المسلحة دي يلا دل ناس مجرمين وهم معروفين كويس، نحن لا بنرجع لانه جابهم منو وسواهم منو الكلام زي كده. نحن هسي في حل المشكلة، حل المشكلة يا اخواننا. نحن هسي حل براحة براحة فرصتك قاعدة تمام. انا دا اسألك سؤال، الجيش ده متواجد محاصر الجزيرة بثلاثة محاور ولا الكلام ده كذب؟ يا اخي هو يعني الكلام انه يا اخي الجيش موجود. إذا نتفق على إنه ما في بيع، نتفق إنه في خيانة حصلت من الغايد بتاع الحامية بتاع الجزيرة، المفترض كان في إجراءات معينة تدعمل ما تعملت. هسه نحن فاتحين اللايف كايسين الحلول.
بيوم يا أخوي الحلول عشان تكون جزرية ما حلول مخدرات وكلام زي كده وما في. فيها ما ينسحب من راسه بدليل انه هو ما يتحاسب. معليش كلامك قطع. ما ينسحب من قطع. ارجع عيد راسه. كلامك قطع اللايف قطع. قلت لك غايد الحامية ما ينسحب من راسه. غايد الحامية ما ينسحب من راسه. انسحب بتعليمات من القيادة العليا. انا متأكد من الكلام ده. ما انت ما تجي تقول لي يا انت في قدامك ادلة يا استاذ بيومي يعني بدليل انه هو لسه ما يتحاسب وهو لسه حر طليق في ولاية سيناء. الدليل انه هو لسه ما تحاسب شبكتك كعبة. حاول غير موقعك. حاول غير موقعك. حاول غير موقعك. اللايف ثابت يا جماعة ولا أنا والراجل ده الاثنين طرنا من اللايف؟ شايف في تعليق؟ طيب الزول ده قال فصل اللايف قال لك والله يا أخي أن إحنا بنقول والله جاءت تعليمات عليا. من وين جبت الكلام ده؟ قال لك والله لأنه ما تمت محاسبة الزول ده. فأنا في النقطة دي بسأل لماذا لم تتم محاسبة أحمد الطيب لتبرعة قوات الشعب المسلحة من التهم المنسوبة لها؟ طيب نقبل زول تاني. البشير فضل المرة البشير فضل. البشير فضل المولى البشير جاتك دعوة. البشير ما قدر يدخل معنا. طيب منو الناس اللي انا بعرفهم معرفه شخصيه؟ معلش انا ما حاستضيفكم عشان الناس ما تفتكر انه انا قاعد استضيف ناس انا بعرفها يعني. فلا تعالوا اولاد الجزيره هم اللي يتكلموا. محمد ود الحسين طلع. أبوك يا وعد تعال. الناس اللي بتقول لك بالقست ده أنا ما قاعد ألاقي القستات حقتكم يا جماعة. الناس اللي بتقول لك بالقست يعني مثلا في منو هسه نرسل لك دعوة. طيب أبوك يا وعدي ما قبل. في زول بيقول نرسل لك دعوة. طيب أقبل جست منير. يا منير أنا ما عارف أنا أرسل لك دعوة كيف. لحظة ده تثبيت تعليق. طيب أيوة تعال منير جاتك دعوة. يا منير خالد جاتك دعوة أو منير كي اتش جاتك دعوة.
منير ما قدر يخش. طيب كارتر، جيمي كارتر، جيمي كارتر طبعا تتفضل دعوة طوالي، جاتك دعوة. أقبل يا جيمي. السلام ورحمة الله. يا أستاذ بيومي كيف الحال؟ الحبيب كيفك؟ إن شاء الله طيب. والله بخير أخبار صحرا تمام؟ تمام تمام الحمد لله. شايفك كاتب من جنوب الجزيرة. أيوة. منين الحاصل في جنوب الجزيرة؟ والله جنوب الجزيرة السباحة، السباحة من الدعم السريع، السباحة ما بتتوصف والله. طيب. الحل واحد من الجيش، حل واحد بس. أنا ما أدرك أكثر الكلام. عندك كبار اثنين، عندك كوبري في 77 و 99 نرد ضربة من الطيران إجا في ارتكازات، ده بس الحل الوحيد في جنوب الجزيرة. ده المفترض الجيش يكون في الكبار دين كده. الغورة دي مأمنة مأمنة بعد ده ما بخش لهم من جوا مدين. انت داخل الغورة للدعم السريع في الغورة ما بجي، وانت أنا ده خلاص انقطع. طيب الحل الوحيد بعد ده ينضرب طبعاً من الطيران، يكون في ارتكاز حق جيش فيه ناس المناقل دين، الجيش في المناقل يجي الكبار دين يكون في ارتكازات. الحل الوحيد دي ناس الغورة. طيب باقي دعاوز جوا الغورة دين دين براو المواطنين بيقدروا عليهم بعوكات بسلاح بأي حاجة. ما في تسليح، ما في جيش، ما في جيش عنده سلاح كثير دين ناس الغورة دين. 500,000 ده ما في زول الجيش ده ما عنده سلاح كثير ده ناس الغورة. يدي منو يخلي ده الكلام الوحيد اللي بقول. ما ناس يقولوا الجيش عنده سلاح، الجيش ده ما عنده سلاح، الجيش اللي عنده سلاح قدر بس. رحال حبابك. طيب الحل الوحيد بس انت الكبار ده مضربه من الطيران يكون في ارتكازات، ده الحل الوحيد. بعد كده امنت امنت جنوب الجزيره دي كلها، مناطق الحوش، مناطق هاي المناطق دي كلها يعني امنتها. ده من افترق الجيش ده من الاول حصل الدعم السريع ده خشب مفترض الكبار ده مضربه ان كوبرين كوبرين بس دي كل كسبه كوبرين بس من المفترض مضربه من طيران انكسر يتصلح انا ما في عوج. قال لنا عندنا ناس يا استاذ بيومي والله العظيم يخطم الا بيقع في الخزان. لا حول ولا قوه الا بالله. الخزان التعامه والله الرصاص ولا الخزان، يقول لك الخزان الزول اللي بيعرف يعوم بيقطع، ما بيعرف والله يخطم الا بيغرق. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. من كبرين الضرب من خلاص يا عم انت كده الغوره دي كلها يا 300,000 غريا ما انت كده يا ابشر. طب صوتك وصل بس كبري كده كان ضربا بعد كده الغوره دي ما انت امان شامل كامل وقطعت الامتداد حق الدعم. ابشر طب صوتك وصل. الله يكرم. الله يكرمك دارين. محمود ود الصديق النعيم أقبل. حبيبنا وحيد. الحبيب كيفك؟ إن شاء الله طيب. كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب. بخير الحمد لله نحمد الله. يصل الصرف العقيد الحلبي فضل إن شاء الله طيب. اللهم لك الحمد. كيف كنتوا؟ إن شاء الله طيبين. الله يديك العافية. يا زول الجزيرة الخيانة منهم وبيهم. الكلام ده أنا بقوله، وكان اللي بيقبله يقبله، وكان اللي ما بيقبله إن شاء الله يطرش. الخيانة من المواطنين، الخباصة والخيانة وقلة الأدب دي كلها من المواطنين، من عنقرة الجزيرة وشرق الجزيرة وجنوب الجزيرة. أنا شخصيا بضمن لك أكثر من 25 و30 نفر ذي الخونة وعملاء وأولاد حرام موفر اللون الأكل والشراب والبنزين، موفر اللون أي حاجة. كيف ما يخشوا ناس جنجاويد جاي من النيجر، جاي من تشاد، بيعرفوا الشوارع. طيب الخيانة وقلة الأدب دي كلها جت من المواطنين. ما يقعد يشكوا يقول لك جزيرة الصباح والجزيرة تنحري، الجزيرة جابوها هلا براهم. وما يقول لك الجيش باع مدني، مدني ما باع، مدني طلع منها إجباري. طيب
احنا عندنا تحفظات كثيره على المواضيع بتاعت انه انا عندي تحفظات. انا دوم متواصل معاك في الخاص. ما شفت رسالتك والله، ما شفت رسائلك، لكن ارسلت لك الخاص، اتصلت عليك كم مكالمه مرت علي، لكن يوم النضالين خايف اذكر اساميهم هنا يجيبوا البلو والصعصع. لا لا، نحن هسه ما حولين الكلام ده، نحن حولين انه نحن نلقى حلول للحاصل في الجزيره. الحلول الخونة والمواطنين، بلوا المواطنين المعاون ديل بلوهم هم، خلي الجيش يبل المواطنين أول حاجة، المواطنين الخونة ديل خلي الجيش يبلون. ده كلام مزعل منك، يعني احنا ما كان قلنا والله ما كلام زعل، ده كلام حقيقة وحيد السلام عليكم، ده كلام حقيقة. المواطنين جايبينهم يورون الشوارع، يورون الغرية دي وين، الغرية دي فيها عربات، الغرية دي فيها جلابة، الغرية دي فيها ناس قروش، ناس جايين من النيجر، جايين من تشاد، بعرفوا الشوارع، بعرفوا الغرة. انت غريب عارف البلد، ما انت ما بتعرف البلد وانت غريب والخونة فيه، لكن احنا بنتكلم في حلول الان، ما في اعراض هناك قاعدة تستباح وفي اعراض قاعدة تنتهك، فنحن دايرين الصوت بتاعكم انتو يصل. اظهر في الشاشة، انا ماني ظاهر في الشاشة، انا اظهرت في الشاشة بعرض اي زول للخطر، انا ما خايف من نفسي، انا نفسي ان شاء الله ما تتلقي، انا ما خايف من زول. خليه ما تركز مع التعليقات، قول الكلام اللي انت داير تقوله. الكلام اللي داير اقوله ليك انا والرساله اللي داير اوصلها ليك يا وحيد، بلوا المواطنين المتعاملين مع الخونه، الناس المتعاونين خاصه مع كيكل، الكلب اللي اسمه كيكل في ناس متعاونين معه من جميع قرى الجزيره، من جميع قرى شرق الجزيره، اي غريه في شرق الجزيره فيها خونه وفيها عملاء، والكلام ده انا بقوله على الطلاق، ما خايف من يزول يا زول، ابشر ما في عوض. خلاص مجزو، شكرا لك وجزاك الله خير، بشوف زول تاني ان شاء الله. رسالتك طبعا وصلت للخونه ديل، وعندهم يوم يعني ما تشيل هم، عندهم يوم نخلص من اول حاجه من الميليشيا دي، ها الباقي عندهم يوم باذن الله. بس احنا دارين يوم ديل، يوم الجماعه دي احنا دارينه. الله يكرمك، الله يكرمك في الدارين، الله يعزك. كاسر تفضل يا كاسر، كاسر قاهر كاهلي تفضل. كاسر ما قدر يخش معانا، زول تاني، زول تاني. عصام خالد العيساوي حبابك، عصام جاتك دعوة أقبل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ عصام كيفك؟ إن شاء الله طيب. حبيبي كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. والله الحمد لله بخير، عافيتك العافية عليك وعلى الأهل، إن شاء الله طيبين. والله الحمد لله، والله لبر السودان في السعوديه، لكن الاخبار مقطوعه وبقولوا كويسين الناس. تمام، من وين في الجزيره؟ والله انا ما من الجزيره، لكن موجوع على هريره الجزيره. والله كلنا موجوعين، وانا فاتح اللايف ده تحديدا الليله، داير صوت اهلنا في الجزيره يصل كل الناس، كل الناس تسمع اهلنا في الجزيره. الحاصل لها شنو؟ انا بدعم صوتي لصوتات الجزيره. الله يكرمك. انا من درمان، وموضوع اول حاجه نزل، الله ينصر جيشنا اول حاجه بدايه، اللهم ترحم على الشهداء، رب يشفي الجرحى ان شاء الله، اللهم وفي قاسر الماسورين والمكتوبين. اهانا الجزيره زي ما سلموا مفتاح السباح، والله لا جيش جاهم، الجيش جاي جنبهم، ادعمهم بسلاح اقل شيء، بس ادعمهم اسقاط انزال اي شيء، بس ذاك القلب اقوله ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. يديك العافيه، تسلم، يديك العافيه. الله. ابو النجاشي حبابك، تفضل ابو النجاشي.
يا جماعة المساحة مفتوحة لناس الجزيرة ولسه مواصلين، يعني أي زول عنده كلام إن شاء الله أحاول أقدر أسمع أكبر عدد من الناس، أي زول عنده كلام داير يقول يقوله. طيب ما قدر يدخل معانا، في واحد اسمه أبو لايد من قبيل بيقول لي أقبل أقبل، أنا ما لاقي لكن أنا حارسل لك دعوة، أقبل أقبل أنت. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، كيفكم؟ كيف حالك يا وحيد؟ إن شاء الله طيب. الله يكرمك في الدارين، كيفكم أنتم؟ إن شاء الله طيبين. الله يا وحيد يا أخي، حياك وحيا أصلك. تسلم تسلم. يعني والله يا أخي يعني لك كل شكر ولك كل تقدير ولك كل الحب. الله يكرمك. يعني ونحن في الوقت الراهن، يعني ما وقت حساب، والله العظيم نحن في الوقت الراهن ما عاوزين نتحاسب، يعني الناس انت عايز تطارح كون الناس تشوف المعالجة وين او الحل كيف بالضبط، لكن ما وقت عتاب ولا وقت بتاع محاسبة، يعني حنستفيد شنو من المحاسبة بالضبط؟ هاي الناس حاليا اللي بتتكلم دي كلها هي برا الجزيرة او برا السودان، يعني نحن حتى اخبارنا عن اهلنا بنتلقاها من صفحة دق ولا من صفحة غسان أو صفحة الانصرافي، يعني الناس اللي تكلمت دي يعني كلام اللي بتتكلم عنه ده بتتكلم عنه عن طريق صفحات، ما متواصلين نحن أصلاً مع هنا، يعني هنا ما قادرين نقدم له شيء، نحن دارين نقدم ودارين نساعد، أقسم بالله العظيم يعني نحن حسي أنا حالياً بتكلم معك لي من أهلي ومن أولادي ومن زوجتي ومن أمي ومن أهلي غرابة الشهر، يعني نحن دارين نساعد، لكن نساعد كيف؟ عاوزين نساعد اهلنا، هون ناقصهم، هون ناقصهم ياكلوا ويشربوا ونحن ما قادرين نوفر لهم، نحن عاوزين جهه تدعم يعني تتبنى الموقف، والله نحن ابناء اولاد الجزيره في الخارج، نحن عاوزين نقيف مع ولايتنا ومع السودان قبل الجزيره، قبل الجزيره دارنا نقيف مع السودان، لكن حنقول كيف اذا نحن نحن بعيدين من بعض، ما في تواصل، ما في تواصل، ما في تواصل، ما عارفين عنهم اي شيء. طيب نحن حندعم كيف؟ وقفت التحويلات الماليه، مشكلة الشبكة دي وقفت الاطمئنان، مشكلة الشبكة دي من أكبر الحاجات المواجهة على الجزيرة الآن. أيوة أيوة، ودي حقيقة، يعني هسي واحد من الناس اللي بيتكلم اللي بيقول لك حصل في الغرية كده، هو ما عارف، هو الأخبار اللي عنده دي شايلة منك انت يا وحيد باجتهادك انت، هو شايل المعلومة، لكن ما في هسي أنا من وضع ربيع، أنا من مدني ومتزوج من وضع ربيع، لكن الشيء الحاصل في وضع ربيع أنا ما عارفه، بقول الجيش أكبر قوة متمركزة في وضع ربيع موجودة. وحسي في واحدة من التعليقات، في واحد بيتكلم من الأخوان بيقول الناس المنطقة من وضربيعة بدأت تنزح، حتى هي الجيش معها بدأت تنزح، يعني هنا ما عندنا معلومة أكيدة كونه الجزيرة الحاصل فيها جنو، والله بعض الإعلاميين وبعض الأخوة القلبون على السودان وقلبون على الجزيرة، وإنت واحد منهم يعني يعني ما مشروطين على الكلام ده واجبنا، والله اي منطقه في ايوه هو اجبد، لكن احس الميديا الشماليه اي منطقه يحصل فيها ما قاعد، والله ما عندنا عنصريه، والله ينصب الله، ينصب الله العظيم يا استاذ وحيد، ما عندنا عنصريه، نحن الجزيره عندنا واحد، ومدرمان عندنا واحد، والفاشر ونياله والضعين كلها واحد، ما قاعدين نفرق، انا واحد من الجزيره، انا واحد من الجزيره وبتكلم معك دمعي على حدودي، اقسم بالله يعني العنصريه الحاصله حاليا اللي يودي في الميديا اللي بيقول لك ناس الجزيرة أنسي بزيل سلاحك، أنا بواجه في الدعم السريع لشهور، وبواجه بعض الأغوار اللي نزلوا عشان يمشي السودان وشايلين معاهم فلوسهم عشان يمشوا يدعموا بها أهلهم ويدعموا بها القوات المسلحة، قاعد تتنهب أموالهم في ميناء سواكن، طيب نحن نلقاه من الدعم السريع ولا نلقاه من المواطن؟ دي واحدة من الحياة يا أخوي وحيد، بتمنى أنت كونه تتطرق ليها، السودان اللي بينزل من مكة أو بينزل من المملكة العربية السعودية بتتنهب حقه نص النهار في ميناء بور السودان، أقسم بالله العظيم. طيب أنا أنزل كيف؟ معليش النهبي ده بيتم من الكلام ده خطأ، من المواطنين، من المواطنين بيحصل، من المواطنين، أنا عندي بعض الإخوة نزلوا أقسم بالله العظيم حتى فلوسهم وجوالاتهم اتنهبت منهم، أقسم بالله العظيم. طيب انا عسى انا بكره نازل السودان قدر المبالغ الموفر عندي عشان انا امشي ادعم بها القوات المسلحه واكل بها اهلي واولادي، انا حتتنهب مني، انا حنزل كيف؟ انا عشان اساعد
اساعد هذه ما في وسيله تواصل عشان انا اضمن عليهم او ارسل لهم مصاريهم او اساعد القوات المسلحه بشيء عندي ما قادر. يا جماعه رجعوا الشبكه رجعوا الشبكه يا اخي انترنت ما دارين نتكلم معهم ما دارين نسمع صوتهم يا اخي رسلوا لنا رساله نحن كويسين ورسل لهم الاشعار بتاع التحويل ما دارين اكثر من كذا يا اخي دايرين نت ان شاء الله نت ما دارين ما دارين نسمع صوتهم قال دايرين نت كلنا محتاجين نضغط يا جماعه محتاجين نضغط في كلام اخر يا اخي احنا والله يا استاذ وحيد فينا كله يكون في ضغط الشبكه اولا عشان نفهم نحن الحاصل شنو لكن انا ما مستقبل لي معلومه من الميليشيا او انتظر زول يطلع من الجزيره يصل المناجل ولا يصل منطقه ثانيه عشان انا اقدر افهم منه الحاصل شنو عشان يجي كلام منقول يعني احنا بنقول دائما يتكلمون ناس الجزيره ذاتهم عشان نقدر نوصل المعلومه بالضبط الحاصل فيها شنو حسي حاليا اي زول في اللايف ده جاي يطلع الجيست ده فوق عنده عنصريه عنده كلام بتاع محاسبه جماعه ما بزول يطلع اي زول عنده نيه بتاعت محاسبة الجيش سوى الجيش عمل ما سوى ده ما وقت محاسبة ما دارين نتحاسب نحن دارين نحل المشكلة أستاذ وحيد ده طالع ما قال لكم نحن دارين نحاسب قال لكم أجان نحن دارين نعالج دارين نوصل صوتكم صوتكم شنو أهلكم أنتم ما عارفين عنهم أي حاجة ما زول يطلع يكذب أي زول عنده معلومة أخذ من صفحة وحيد ولا أخذ من صفحة غسان ولا أخذ من صفحة المنصرافي ولا أخذ من صفحة ود العيس ما في زول عنده معلومه مؤكده ما في زول يكذب نهائيا الجزيره مستباحه نحن معاكم الجزيره الحاصل فيها شنو نحن عليمنا الله الشيء الوحيد اللي بنتمناه من الاخ وحيد كونه نحن لازم نضغط الشبكه دي ترجع ان شاء الله انترنت نرسل لعيالنا مصاريفهم وحل لنا المشكله بتاع السواكي عشان انا بكره لو نازل السودان انا شقى عمري وضيع عمري ما جي يتنهب مني في بور السودان يعني انا بيتي يتنهب بيدي اتنهب انا لما ارجع السودان حربط على الارض انا ساكن مدني لكن اهلي وزوجتي من وضع ربيعة انا هنزل منين حربط في الارض طيب القروش انا شايل تحويشة عمري دي انا لما ننزل حتشال مني انا في سواكن طيب هنزل كيف والميديا تقول لك ناس الجزيرة طيب ما تنزل انا انزل كيف انزل كيف انا ما اعرف اهلي مش وين هون وين انا ما اعرفهم هون يتشردوا انا ما اعرفهم هون زادوا في هذا منطقة انا انزل السودان لمنو هون وين انا ما اعرفهم ميتين حيين انا ما اعرفهم ان شاء الله انزل كيف ان شاء الله ربنا يطمن عليك هون وين ان شاء الله هون وين انا ما اعرفه هون وين انا ما اعرفه انزل وين انزل امشي وين ان شاء الله ربنا يطمنك عليهم ويطمن كل ناس الجزيره على اهلهم وانا نضغط في موضوع الجزيره ده على قدر ما نقدر وكل يوم احنا معاكم وكل يوم نفتح لايف نتكلم عن الجزيره وكل يوم نطلع نتكلم عن النداءات اللي قاعد تجي بتصل من اهلنا لناس الجزيره تمام لحد ما باذن الله نرجع الشبكه ونضغط القوات المسلحه في التقدم على الجزيره عشان نضغط والله بس بنتمناه ايوه بس الشبكه رجعت انترنت والله نحن والله طموحنا بسيط ترجع الشبكه دي انترنت بس نعرف اهلنا دي هم زادوا فيها دو حته نزحوا مش وين مش وين هم زادوا نحن ما عارفين انه انا هنزل السودان زي ما قلت لك حيتنهي بمالي انا في بور السودان طيب انا حاصل لاهلي كيف وين وين المشكله وين وين نحن ما عارفين انه الجزيره دي كله نزحوا مش وين نحن ما عارف رجعوا الشبكه عشان نحن نعرف هن ديل مش وين مش وين الماد منو الحية منو اللي اختصبوها منو منو عشان نحن نعرف وبتمنى اي زول في اللايف ده زول داير يجي يحاسب ما يحاسب ما وقت حساب اصله ما وقت حساب اصله ما وقت حساب عندك شيء بتقدمه جزاك الله خير ما عندك شيء بتقدمه اقعد استمع شوف الناس المقترحات او الاراء بتدال شنو لو عندك النيه ساعد بها لكن ما يطلع زول يقول يا جماعه والله نحن الجزيره خانوا ولا الجزيره خلاص اي شيء حصل نحن دارين ندرك الشيء اللي حصل بعدين نجي نتحاسب بعدين ما حسنا وباسف كثير للي طال في الكلام وتسلم كثير اخوي سعيد وحيد معلش يعني شويه كده انفعلت والحمد لله اللايف يعني شويه خفف عليه خلاني في حاجات هواي حقك ومقدر انفعالك تسلم والله تسلم تسلم كثير وان شاء الله يا اخي ربنا ينصركم وربنا ينصرنا وربنا ينصر الجيش وربنا يطمننا على السودان ويطمننا على اهلنا والله ما عندنا عنصريه انا واحد من الجزيره نهائي ما عندي عنصريه انا يعني قطعت على غادي بعض الاخوه هنا في السعوديه بسبب عنصريتهم والله العظيم انا اصلا ما عنصري وناس الجزيره 99% ما عنصريه لكن الشيء الحاصل في الميديا والله شيء موسف والله شيء بمثل السوداني اقسم بالله العظيم يعني الشيء الحاصل في الميديا يعني فيه نوع من الاستفزاز يعني الاستفزاز لأهل الجزيرة والشيء ده والله ما وقبل الجزيرة دي قدمت للسودان
والقوات المسلحة حاليا أنا عندي أخواني أقسم بالله حسي حاليا بغادوا في مدرمان أقسم بالله واستشهدوا. كانوا نقول لهم أرجو أمشوا أحرسوا أهلكم. ما بزول يجي حازم، ما بزول يجي حازم ناس الجزيرة، ما بزول يقول ناس أي بلد في الدنيا فيها الصالح وفيها الطالح. القوات المسلحة فيها الصالح والطالح، الأنبياء يعني الصالح والطالح ده في أي حتة. الخيانة حصلت نحن ما عندنا احتراض عليها، بأمر الله وحاجة مكتوبة وحاجة مغدرة. خلاص نحن كمواطن أنا كإنسان مؤمن خلاص أنا لازم أؤمن بالغدر وبالابتلاء، أشوف أنا ممكن أقدم شنو وممكن أعمل شنو وممكن أنا أشياء أدارك وكيف، لكن ما وقت حساب. ما داري زول يتحاسب هنا في اللايف بدا وحيد ده، ما بزول يتحاسب. أمشوا هناك الميديا العوالق بالصوات والكلام الفارغ اللي شغالين في الميديا ده أمشوا هناك، لكن صفحة وحيد دي صفحة شريفة وزول همه على البلد وهمه كونه شيء صالح. حسي اللايف ده لإصلاح أول شيء، تبني كون الناس يعني تنقذ الجزيرة كيف أشيل الممكن نحن نعمله شنو، يعني ما بزل يجي حاسب لنا هنا، بس الرجاء خاص ما دارين حساب. عندك شيء تقدمه حسي وحيد تقول له والله أنا مني حسابك يا وحيد، أنا والله عندي 10,000 ريال أنا ممكن أساعد بيه حنزيله وين ده لو عندك دار تقدم، لكن ما تجي تقول فلان سوى وفلان عمل وباعوه وسووه وكلام ده أصلا ما تجيب نتيجة، ما تجيب نتيجة. كلنا عندنا الاستعداد ننزل، بس امن لنا المينا بتاع بورسودان والله بكره بتلقونا معاهم. ابشر صوتك واصل، بس قدر الحاجه اللي عندنا لما نجي ننزل بها لو دارين نساعد بها الوطن او دارين نساعد بها اهلنا، زول يقدر ينزل. انا حنزل كيف؟ انا عندي فلوس عندي قروش، انا شغال بلملم فيها بالريال، لما نجي انزل اللي في نزول شايل لي سكين وانا جاي لبلدي يطلع لي سكين حد يويش إن شاء الله. ربنا أنا ما بقول لك من دول ونطع حصلت بينات أخواني وناس قريبين من الأجهزة الأمنية في مينا سواكن وفي بورسودان يتعاملوا معهم. أيوة جزاك الله خير يا أخي، تسلم كثير يا أستاذ وحيد وأحفلين على الإطالة، وإن شاء الله ربنا ينصركم وربنا ينصر القوات المسلحة وربنا ينصر الحق إن شاء الله بإذن الله. والجزيرة والله بترجع، والشيء اللي حصل على السودان نحن والله في الجزيرة ما عزيز على الوطن أصلا، ما عزيز على الوطن أصلا، ما عزيز. كون السودان يرجع زي أول وحسن من الأول يرجع من الجزيرة، ونحن قبلانين بالتضحية والله قبلانين والله قبلانين، مش عشان الوطن والله قبلانين. أصلا ما كتير على الوطن، أصلا ما كتير على الوطن. مشكور مشكور أخوي، تسلم يا أخي. طيب نجيب زول تاني. أماني الأمين أقبلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أماني حضارك، كيف حالك يا جيش؟ إن شاء الله طيب. اللهم لك الحمد، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيب. ربنا ينصركم ويسدد خطاكم ويرفع بيكم البلد ويعز بيكم البلد إن شاء الله. اللهم آمين، ربنا يثبتنا بيكم. آمين آمين يا رب العالمين. بس أنا عايزة أوصل صوت الشيء اللي أنا عارفاه. تفضلي. يمكن كلكم تكونوا سمعتوا بالحصل في وتشمعة وفي الصفا في جنوب الجزيرة. أنا طيب. من هناك، أنا من هناك طيب. دي بلدنا طيب. طيب المنطقة دي من تقريبا لهم 3 شهور ناس الدعم السريع مستقصدنا، مستقصدنا لسبب واحد. الوتشمعة دي يمكن فيها ما يقارب 53 ضابط جيش. أنا ممكن أرسل لك أسماءهم كلهم في الخاص. الدعم السريع لما دخل بليستا فيها اسماء الضباط ديل كلهم. طيب من ما دخل الجزيره يمكن ثالث او رابع منطقه يخشها في الجزيره كانت وتشمعة والصفا. دخلوا المره الاولى ما خلوا شيء، لا خلوا عربيه لا خلوا ذهب، وده العادي حقهم، الناس ما وقفت هنا. بيجوا يخشوا بيوت الضباط لما أهلهم يقولوا لهم الضباط ما هنا، الضباط في الجبهة، بيضطروا بيقولوا إلا تدون نسوانكم، تدون نسوان الضباط. حول ولا قوة إلا بالله. طيب طيب أنا عندي عمي في المهندسين هسه حاليا في المهندسين، ما عايز أقول اسمه هنا، عميد. طيب طيب ناس الحل اشتبكوا معاهم مرتين طلعوهم. المرة الأخيرة دي الحصل قبل 5 أيام
أول حاجة دخلوا المنطقة، دخلوا المخازن حقة المنطقة كلها، أي زول عنده خزين في بيته عيش قمح لوبة سكر، أول شيء فضوا الغريتين من أي من زر بتاعت قمحة ماتية. الناس طيب. أستاذ أماني معلش بس عشان نقدر نستضيف أكبر عدد، أنت شايفة الحلول الآن وشايفة موقف الجيش، شايفة موقف الأهالي، شايفاه وأنت شنو عشان نقدر نجيب فكرة كاملة ونحاول نقدر نوصل لحلول؟ طيب الناس ديل أنا بوصف لك الارتكازات اللي قاعدة هناك. أضرب نحن عارفين إنه الجيش ما بيقدر مشاه ما بيقدر يخش هناك لأنه الناس دي توزعت. الناس دي ممكن ما في شيء يمنع القوات المسلحة إنها تخش بالمناسبة بحجم التجهيزات اللي نحن سامعينها في المناقل وفي سنار. الجيش الموجود ده عنده استعداد يسوق للخرطوم. نحن بنتكلم في إنه ليه التأخير لغاية الآن ما دخلت القوات دي؟ دن نحن عايزين نعرفه ونحن ما عايزين نتكلم فيه عشان ما تكون المسألة مسألة تخوين. نحن المزعلنا في البداية الجيش انسحب من الجزيرة، سكتنا قلنا يمكن لترتيبات يمكن لي أيا كان السبب، لكن إنكم هسه تكونوا قاعدين ومحوطين الجزيرة وشايفين الناس بتموت في وتشمعة في يوم واحد ماتوا 7 اضطروا الناس، وفي يمكن أكثر من 100 جريح خدتوا الجرحى ديل في دفار عشان يودوهم مستشفى لأنهم هم قاعدوا في المستشفى الصغير بتاع الحلة، خدتوهم في دفار، نزلوا الجماعة ديل من الدفار جنب الخزان خيروهم تموت بالنار ولا تموت جوا الخزان، اضطروا الناس ديل كلهم دخلوا الخزان وما عارفين الحي من الميت، طلعوا في نفس الليلة 3 جثث والباقيين ما عارفين نوم. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب شكرا شكرا استاذ عماني. المانع الجيش يدخل الجزيرة شنو؟ شكرا شكرا استاذ عماني وصوتك واصل ان شاء الله الله يكرمك، خلنا في الجزيرة كلهم يكونوا بخير ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير، ربنا يكرمك ان شاء الله يا رب. طيب نحن بنتكلم وكل الأصوات اللي أنا قدرت أستضيفها في خلال اللايف بتاع الليلة، وإن شاء الله كل يوم حيكون عندنا لايف حنتكلم فيه عن الجزيرة لحد ما نلقى حلول. الناس بتتكلم عن الشبكة في المقام الأول، بعدين بتتكلم عن تسليح المواطن، تسليح المقاومة الشعبية بالضبط اللي قاعد يحصل في الجزيرة ده، جيش حاجة ما بيسكت عليها، الاغتصابات، الموت اللي قاعد يحصل لأهلنا في الجزيرة، الحاجة اللي قاعدة تحصل بتاعة إنه يخيروك بين تقع البحر تغرق ولا بين إنه يدوك رصاص، يعني دي قمة القذارة من الميليشيا. النداءات بتاعة أهلنا اللي قاعدة تحصل دي أن إحنا كل يوم حنجي نتكلم عنها، كل يوم حنخلي ناس الجزيرة يجوا يطلعوا يتكلموا يعكسوا لكم الحاجة الحاصلة، يوروكم الحاجة الحاصلة، تسمعوا منهم هم عشان ما يكون عبارة عن إنه نحن كلامنا بس، لا تسمع من الناس الموجودة. فعشان نحن ما نأخذ المعلومة من الميليشيا ولا نأخذ المعلومة من قحط ولا نأخذ المعلومة من كل الخانوا البلد ولا باعوا البلد، نحن دايرينكم في المقام الأول، ترجعوا لنا الشبكة لأهلنا في الجزيرة عشان بعد ذاك نقدر نتكلم في باقي الحاجات. عندنا جيش محاوط الجزيرة بكل الاتجاهات من 3 محاور. الحاجة اللي بنقولها وبيطالب بها مواطن الجزيرة إنه الجيش ده يسرع في العمليات العسكرية. عارفين في خونة، الخونة موجودين في الجزيرة زي ما كانوا موجودين في ومدرمان، زي ما كانوا موجودين في الخرطوم، زي ما كانوا موجودين في القوات المسلحة نفسها. فإن شاء الله ربنا يلطف بمواطن الجزيرة. شكرا لكم، كتر خيركم، لحد ما نتقابل وقت تاني.